أهلا وسهلا، لوين رايحين اليوم؟ على المطعم، بس مش مطعم، مطعم البيت، على الطعام. بين إيدي كتاب حلو كتير، اطلبوا مطرح ما بتقدروا. قالوا لي موجود هون بعمان وبكل البلدان وبلبنان، اسمه From Medication to Meditation. هيدا كتاب بيخلي كل إنسان هو يكون طبيب نفسه وطبيب جسده وطبيب الفكر وطبيب الحب. المواضيع بس رح أقرأ لكم شو الكلمات، شو يعني الصحة. ما في طبيب بيعرف شو الصحة، بس الحكيم والحليم بيعرف. الطبيب بيعرف شو الصحة، إذا مرضت بيعرف المرض بيعطيك دواء. شو يعني بيعطيك ألوباتي أوميوباتي أدلوباتي أدوية وعمليات وأعشاب. شو العلاقة بين الفكر والجسد والصحة؟ مين هو الشافي؟ الجسد. ليش في عنا ضغط؟ ليه عنا إحباط؟ ليش عنا إدمان؟ شو يعني أكل طعام؟ شو طب النفس والسايكولوجي؟ شو يعني بودي وورك؟ منشتغل على جسدنا، مساجات ويوغا وغيرهم. شو يعني وجع؟ شو هالجسد فانكشنز؟ شو وظائف الجسم؟ ليش منخطير؟ شو يعني موت يوتناسيا اللي الإنسان بيموت؟ موت الرحمة أو سويسايد انتحار؟ شو الإيزوتيريكس عم بيحكوا فيها كتير؟ أسرار وأبعاد وغوامض. شو تصرفاتنا مع المرض؟ ليش صار في أمراض مثل الإيدز؟ بلشنا بالسعل وبالسل وبالسكري وبالسرطان وبالسيدة وبالسارج، يا ربي لوين؟ شو الصحة والاستنارة؟ نظرة إلى المستقبل، ضحكة وابتسامة والصحة. شو علاقة الصحة بالضحكة؟ الضحكة باب إلى الجنة كمان. بس رح أحكي بس عن الطعام. رح أخبركم قديش مهم نعرف الفرق بين الطعام، الغذاء، الأكل. الطعام مش بس يلي بحطه بتمه، الأكل بياكل الجسد والجسد بياكل الأكل. السيجارة أنت بتحرقها وبتحرق الفكر، العين، كل حواسي بتاكل. الفكر بده أكل بيكون ذكي، جسدي الخارجي هو أكل الفكر. بالنتيجة جسدي رح يكون طعام لأم الأرض. فإذا بس نقول نحن طعام ومنقول الصيام عن الطعام، ولكن في الصيام عن الجوارح، الجوارح عندها كمان غذاء. بس رح نكون ببساطة أكثر، اللي عنده الكتاب وتقروا، ولكن رح نحكي سوا على هالشاشة بدون ما يكون عندنا هالشاشة. منين اجت هشاشة العظام وهشاشة الجسم وهشاشة الفكر وهالهبل اللي منشوفه؟ خاصة مريم نور شو بتشوف على الطريق، شو بيسألوني سؤالين. لأنه الأكل أو الغذاء والطعام اللي عم بيدخل بس على الجسد، ما عم بيدخل من حواسه. بيأكل شو ما كان، يلا حاشة نصراني، أنا والسيارة، أنا على الطريق، يلا بيأكل ومدري شو بيأكل، أنا عم بشرب بيأكل ومدري شو عم بشرب كمان، نانانا وغازيات ومي وهيدا العرق والسكر. ما بقى في أدب المائدة. ربي ذكر سورة المائدة والمسيح. العشاء السري، بالعشاء السري مطعم الجسد. قال خذوا كل هذا، هو جسد يعطانا جسده يلي من حواسه وأبعد حواسه كل الإزوتريك وكل الأسرار فيه، بهالرغيف المبارك غيف الشعير والأمح. وقت قال خذوا اشربوا، هذا هو دمي للعهد الجديد، عهد جديد بهالجسد الجديد. ما عطانا خمرة، مي مباركة مثل مي زمزم، عنده البركة وعنده. قلت اللي بتقول نرقي على المي تنسقي أولادنا ونشرب، نعم قولي يا شافي واشربي وبسم الله وكلي وصل بإيدك عوجك، أي كلام من أي طريق، كل الطرق بتوصل إلى الحق، بس بدي يكون عندي الحق. فإذا الطعام شغلي أبعد من حدود هالفكر إنه شو أكلنا. مش حشوة مصران، أنت مش مصران، أنت إنسان. ولكن إذا بس بنقعد ونفكر سوا، بدي بس أدرس
هتم 32 درس وسن وناب كلنا ولادنا بيطلع لهم سنين حليب. هلا منشوف من هن وسنين الحليب سنين ونسود بيروحوا عند طبيب السنين وبعد ما وقعوا وكانوا اهلنا وجدودنا يموتوا سنين العقل وكل شيء بتموت ما شايف طبيب سنين. ليش؟ شو هالعلم اللي عم بيوصلني لهالمرض؟ شو يعني هو عندي 4 انياب وثمان قواطع وعشرين مطحنة؟ فاذا 20 مطحنة تأطحن حنطة قمح شعير رز درة شوفان دخن بعدين في حبوب كتيرة سرزان بتطلع بروسيا. كل بلد ربي خلق فيها بشر خلق لحنطة مشان هيك عطاني 20 مطحنة. بعدين مش بنزع القشور خطوة إلى القبور بدي إياها كاملة قمح شعير رز. بما أنه ما بقى فيني أكل قمح ما فيني أكل شعير بعملون خبز ما فيني هضم النصراني يا مريم بأكل رز. رز كامل موجود اليوم بكل العالم العربي بأوروبا وين ما كان. فإذا بدي أكل رز 20 على 8 و4 20 من أصل 32 يعني 50 60 70 80% اللي عنده سرطان بده ياكل رز طوي غدا عشاء. العز للرز في كتاب اسمه العز للرز اشتروه مكتوب عليه مريم نور العز للرز. طيب وهالثمان قواطع شو بياكلوا يا مريم؟ بياكلوا فواكه بكاتشو بياكلوا بقوليات عدس حمص فول بياكلوا خضره ورقيه من الخضره الورق بياكلوا جذور بصل وجزر بياكلوا بزر سمسوم أبزير بزورات وهالأربع أنياب بياكلوا لحمة بيض دجاج سمك جبنة لبن لبنة شرط 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 حلالا طيبا والأكل كله حلالا طيبا. بس فيني أهضم الخضرة الفواكه البقوليات إذا فيها شوية مواد كيميائية فيني غسلها بمية الملح ونقعها شوي. بس المواد الحيوانية لا السمك سمك ولا الدجاج دجاج ولا اللحمة لحمة ولا البيض بيض هلا في بيض مربع كله مهجن جينيتيكلي انجينيرينج. شو العمل؟ العمل انه بدي يكون شبه نباتية او نباتية لاكل بقرة فيل في حيوانات نباتية وفي حيوانات كلها أنياب مثل الكلب لبسينة الأسد نمر فهد بيأكلوا مواد حيوانية بس بأدب ما بيأكلوا بعضهم. الأسد بيأكل وبيطعمي إخوته شوفوا الطبيعة شو طبيعية شو فيها رحمة بيأكل بس يكون جوعان. الكلب هلأ اللي بعيش معنا بيأكل آيس كريم بيشرب مشروبات غازية بيأكل مثلنا أكل زبالة ونفايات ومريض بحط عوينات بيروح عند الطبيب بيلبس دقونة بيقعد بالمطعم. في مطاعم للكلاب سامحوني مثل ما في فيديو كلاب قال صاروا الحمير بدهم فيديو حمير. ولكن ننتبه فإذا هالتنين وثلاثين درس وسن وناب إلهم أكل إلهم صحة كتاب صحتين واضح عم بيحطوا على التلفزيون وبتشوفوا. مريم كيف بدنا نعيش بلا لحمة؟ هيدي لحمة جنوا البقر وما وعيوا البشر. إذا بدنا بروتين منين منجيبه؟ اسألوا ولا هالبقرة منين جابت البروتين؟ من الدكاكين؟ جابته من الشعير جابته من الخضرة جابته من القمح. شوفوا شو أكلين من الصويا. صحيح. والكالسيوم منين منجيبه؟ اسألوها شربت حليب. أفضل البروتينات بالعدس وبشايف الكلاب بالبقوليات. أفضل الكالسيوم بشوية سمسم افتح يا سمسم. ولكن الحنطة الكاملة فيها كالسيوم الخضرة البقولية الفواكه كل النبات كل الأرض وما في اثنين كالسيوم مثل بعض. انتبهوا ما يغشوكم اللي بيتعلموا تغذية. ما في فيتامين سي ما في بي 12. في نوع من طحالب البحر في
1200 نوع B12 بس بالإيزكي. لا بقى نحكي كلمة B12 وB14 وB12، هيدا الاختصاص والخصخصة واللصلصة والتغذية اللي عم نتعلمها بالكتب للكب. ستي وستك وجدي وجدك ما كان عندهم هالأمراض وما كان عندهم هالعرض. امبارح شفت ناس هون بالأردن ما صدقت، قلت كأني أنا بلبنان أو بأمريكا، ناصحين بشكل، ولو بتشوفوا شو لابسين وهن وناصحين ومشقرين شعرهم فكرت حالي بلبنان. كلنا سوا بهالهوى أو بهالمزود. فإذا ننتبه شو بدنا ناكل قبل ما ياكلنا، عم ياكلنا الجهل. فإذا عندي 20 مطحنة بصحني بده يكون في حنطة كاملة ترويقة غدا عشاء، عندي 8 قواطع ما بدي أحط فواكه مع الأكل ولا عصير، الفاكهة قبل الأكل بساعة بساعة ونص وبعد الأكل بشي ساعتين معدي فاضي، لأن الفاكهة نص ساعة تطلع من جسمي، الأكل 3 ساعات. ما فيني أخلطهم لا طعام على طعام. ركتي طب الإمام علي، طب النبوي الشريف، طب الأئمة، إذا كانوا صعبين هيك طب بسيطة بنصير نفهم الحقيقة. هلا عندنا 4 عنيب مريم، ما فينا ناكل منه لحمة بلا بس مين موجودين الحلال. إذا طلع عبالك شقفة سمك مرة بالأسبوع بيضة ما يكون فيها دم، ولكن بلاها لأنه عم بيقلوها. ما تفوتوا على المطاعم، سامحوني أهل المطاعم، ما طاعن الطعم بالمطاعم دخيلكم. يعني أنا برحت على المطعم لا فهمت ولا شعرت وموسيقى دخيلكم، وأنا بحب فوت على المطعم من وقت لوقت باكل سلطة شوربة ميزو وسوشي كاليفورنيا رولز بس. فوت على مطاعم إيطالية بطلب بيتزا بالخضرة ونوع من معكرونة، بس نادرا ما تشوفوني. بحب روح بس ما في بكل لبنان أو مطعم أو اثنين، ما في. عم بيوعدونا هلأ عم يعملوا مطاعم نباتية، بس بدي الطباخ يكون من أهل البيت ويكون عم بيطبخ لحبيبته لحبيبه لأمه لبيه لنفسه، ما موجود. واليوم إن شاء الله ما أنسى مرة تاني بفرجيكم بالسعودية عم بيوزعوا ورق إنه ما بيضر الام اس جي بالأكل، مونو صوديوم جلوتاميت أجينوموتو. أمريكا بس تفوتوا على المطارات إذا معكم مخدرات وأجينوموتو مثل بعضهم، هني بيمنعوا ببلادهم ونحن ببلادنا منسوقوا. مطاعم بتحط نو ام اس جي إلك حق تتشك عليه إذا حط ام اس جي، عم تعمل سرطان في الدم بسرعة وبعدين انفجار بالدماغ وبالقلب. لازم أصحاب الضمير يحطوا معلومات، بس أي وسيلة تعليم، ما وسيلة الإعلام بدها تبيعها النانانا، ما في إلا هون نيو تي في مطرح ما مريم نور. عندي كل الجرأة والوقاحة، الحق وقح ما بيخلي لك صديق، بس ما فيك تساوي. فإذا ما بدي مصنعات ولا ملونات ولا معلبات ولا خبز ناقص ولا خميرة اصطناعية، كلنا ما فينا ناكل بالبيت. مين بيطبخ؟ لقمة الأم، طعم الأم، والبابا بيساعدها، والبابا كمان بيحب يتعلم الطبخ خاصة إذا الماما والبابا عم بيشتغلوا. بس ما منجيب معلبات، ما منفوت على السوبر ماركت، منروح على الدكان حتى ما يفوتونا بهالعلبة، يطلعونا من العلبة بتكون رايح على السوبر ماركت بدك تشتري هاي وهاي وهاي، بتشتري كل شيء إلا هو. فإذا ننتبه شو منعمل؟ صرنا نعرف عنا كتب للطبخ وعنا كتب لهالعلوم، وبدنا نجرب 10 أيام. عندك سكر وسلوسر 10 أيام، شيل كل هالمعلبات ومصنعاته، نظفي البيت ونظفي التلاجة، وبالفريزر ما بدك شيء، أوقات حطي تلج إذا حط بالصيف بس ماشي. عندي أنا فريزر صغير، هلا أكثر وقت ما في شيء إلا شيء شقفة تلج، والتلاجة عندي البراد ما في فريزر، براد كبير وحلو كتير كله على الباب، حاطه
ماجنتس، كل أنواع الماجنتس، بحب أجمع ماجنتس. بتفتحي بتلاقي خضرة فوقي تحت بالجرور، كل أنواع الخضار، وبحطها بسلل مكشوفة وكلها أورجانيك. نحن عنا صار بلبنان ثلاث مزارعين موثقين من ثلاث شركات أجنبية، ما بنعرف أمتى بيطبوا علي. سو نهار الاثنين وأربع وخميس ببيت السلام، وكل سبت بسوق السبت سوق المزارعين، موثقين من الدكتور رامي سراق، وهو موصول أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، بتجي بتوصل. إن شاء الله يكون عندنا الساعة شي نهار حكوماتنا تعمل هيك. فإذا هيدا هو البراد عندي بالخزانات مرطبين حلوة كتير، خشب الغطا وهي إزاز، كل المونة، حنطة، بقوليات، أعشاب بحر، ملح، سمسم، طحين، معكرونة، كل هالأنواع اللي بتعزوها. في إشياء بتقروها بالكتب مثل كوزو، يعني نشويات من اليابان، إشياء بجيبها إن شاء الله قريبا تصير كلها بالعالم العربي، كل واحد ببلده بستعملها لما بفتح صيدلية المنزل. بس تشوفوا كتاب صيدلية المنزل في عنده شو بعمل إذا وجعك راسك، إذا عندك ربو، إذا ماما ظهرها بيجع، إذا أنا ركبت بتوجعني، إذا يا ماما بعرف شو في عندي هيك، عندي إمساك، عندي. بتفتحهم بهالصيدلية وفي أنواع من المأكولات بستعملها بالأكل، وإذا في مرض بستعمل صيدلية البيت. وين بتكون صيدلية المنزل؟ بكون عندي خزانة صغيرة بقوط المونة كل الأغراض وأكل، وعندي مي بحطها بالجرة، وجرة منا مدهونة، كل مدة شهرين ثلاثة خمسة جرة بتنضح كل هالملوحات، برجع بحطها بالأرض بشتري جرة جديدة. والبيت في كتير زريعة، وعندي سكاكين منيح، وعندي شواك وشها من خشب حلوين ومرطبين حلوة، وعندي طناجر سود حديد أسود، ما عندي ستانلس، أنا عندي حديد أسود لأني بطبخ لناس عندهم يمكن سرطان أو شيء، هودي أقوى نوع. بس الخدم إذا حملوها وقعوا بتكسر إجرة وبتكسر البلاط لأنه وزنه تقيل. وعندي أنواع كتير من الزهورات، أنواع كتير من السمسم وحبة البركة وحبة السوداء، وعندي زيوت كتير كمان، وعندي صويا صوص، وعندي الميزو مهم كتير، تخمير الشعير، شوربة الميزو يوميا بتغلف خلايا السرطان والأمراض كتير. الكتب موجودة ومنقرأ. بس هلأ هيدا بيت المونة، هيدا البيت، والعفش والفرش كله طبيعي مثل لبسة، حصيري حلو كتير، وفرشيت على الأرض بيجينا ضيوف بيسحبوا الحيف وبيناموا، وبتختي بقوتي أنا فرشة على خشب، والبيت بسيط كتير إن شاء الله شي نهار بتشوفوه. هلأ هيدا كله طعام، الموسيقى طعام، الكتاب طعام، التفكير طعام، البخور اللي بحط الدخون بالبيت طعام، ما بولع فحم اصطناعي، فحم طبيعي، المي بجيب مي بشتري بس بحطهم بالجرة وبالبريق، بعمل له مناضة، عندي عسل من الرز، وعندي عسل من الشعير، وعندي تمر، وعندي دايما مي زمزم، بس اعمل له مناضة ولا شي بحط نقطة ما عندي نقطون هيك بلون مباركين بتقويهم، it ionizes. فاذا بتشربوا لمناضة، سلطات، بقوليات، أعشاب بحر، خضرة من فوق الأرض وتحت الأرض، جذور، وأنواع كتيرة من الحنطة، سريال، رز وقمح وشعير وخبز، وعندنا فران، عندنا خبز إن شاء الله خبزه اسمه بريد ريبابليك، هيدا اسم أخذه، ونحن منقول فرن وليد، بيطحن قدامك يومية الخميرة طبيعية من العجين، عم بيعمل خبز بالفاكهة، خبز بالتمر، خبز بأعشاب البحر، بيعمل فطاير بالسلق بالكوسة، ما تسألوا بأعشاب برية، بدنا هيك يكون في أفران. إن شاء الله منصور لكم الفرن ووليد ومرته وولاده. وبعدين عنده شيء كتير مهم بهالفرن، إذا بيع 1000 رغيف بالنهار وبيع عنده 1000 رغيف بيتوزع لأخوتنا المعافين، بتروح بتشوفهم بيشتغلوا هونيك، بتطلعوا هيك ما على شيء، إذا كانوا بلدين بالشغل طيب يلف لك الرغيف، بيلفوا من قلبه
وبيعطيك ويمشي على مهله وبيجيب لك رغيف. بدنا اولادنا المعافين يشتغلوا معنا، يشتغلوا على مهلهم. انا بطول بالي بيعلموني التهذيب، بصير بده يحكي معلش بسمع له، يكون هو هيك عم بيغني، ما عنده ايد اللي عمل لها الفستان. قلت له انا ما بلبس بلا كم هيك. قال لي ايش اللي يا ايديك؟ هو بحس ما عنده ايد، بفتكر انا معاقه عندي ايد، انه انا ما عندي ايد وعملت لك هالفستان بكمه بتمه، عنده كم صغير له كتف. فاذا هالولاد اللي بيشتغلوا معنا اولادنا واخوتنا واهلنا، في بركه بتيابهم، في بركه باكلهم، في بركه بحكيتهم وبحضورهم معنا. والماما اذا عندنا اختك ولا اخي تقعد معنا وبتشتغل وبتطبخ، بتطبخ على مهلها وبنحط لها الطنجره على الارض، والاكل بيطلع فيه طاقه، بيطلع فيه ميزه وطيب كثير. منا بحاجه الى سمك ولا دجاج ولا. اذا جارك جارتك امك ابوك عنده شيء بلدي 100% طبيعي بس تشفي من المرض، فيك تاخذي قليل 5% لان عندك 4 ايام. ولكن بالبداية شهر 2 3 4 5 6 سنة ننظف هالجسد. سكاكر حلويات بدنا حلو، عنا تمر، عنا زبيب، عنا فواكه مجففة مش محطوط لها أدوية. انتبهوا، المشمش بس ينشف بيصير لونه بني غامق، لونه أصفر ما تشتروا. أهلنا من زمان العنب كانوا يغطوه بالصفوة، هلأ كله أدوية. هلا اذا الخضره فيها مواد كيماويه شو بعمل؟ بحط الخضره مثل ما هي بالبراد، برتبها هيك وبصفها. شلت الجزر والفجل واللي بدي اشتغل فيه، بغسله، عندي فرشاية طبيعيه بفرشيه، بشيل منهم التراب، بغسلهم، بنقعهم ميه الملح، ملح كامل، كل شيء كامل عنا كله بلا كيماوي. بس عندك خضرتك فاكهتك بكيماوي، بنقع بالملح، بشيل من الملح وبطبخ، ما برجع بفوحه لان الملح نظيف وميتك نظيفه والنضاف بتخفف من الكيماوي. ما تبقى اشتري كل البقوليات والقمح والشعير والرز، موجود عندك بكل بلد وبعمان ببيت الامل عند دكتور اسامه اديب. فتشوهم في ماكولات طبيعيه، شجعوهم، شجعوا المزارعين، قولوا له للمزارع ببلدكم بنشتري منك قد ما حقه البندوره ولا الكوسه ولا الخيار، كرموا للمزارع. وقال له رح نضل ناكل خيار، قال له ضليت اكل خيار تشبعت كوسه. بس ولادنا بدهم ايس كريم، بدهم شيء مسقع. اذا في برد كتير بدك تدفي، اذا في حر كتير بدك تبردي الجسم. قولي رح نعمل ايس كريم بالبيت، خبريه شو في بالايس كريم، جيبي كتاب دايت فور نيو امريكا، اعمليه بالبيت. انت عصري شو بحبوا؟ فريز، بطيخ، شمام، شوفي عندك موسمي، عنب، وحطيهم هيك بالمربعات، وحطيهم بالثلاجة بالفريزر، وحطي لهم عودة. ماما هيدي أحلى من هيدا، اعملي لموناضة، دبس أو دبس تمر دبس عنب، ومي موارد وصنوبر ونتفة عطر أو موارد، أو حطيتي حبق أو بتصير تشبه الجلاب. ماما هي لموناضة. إذا بتحس إنه فينا نعمل لموناضة، أنا بعمل كل مثل المزاهر والموارد، كل الأعشاب الشافية بعمل منها تقطير، بشتري عندنا ببيت السلام وإن شاء الله عندكم كمان، نشتري بحط مي، بدق لهم تلج إذا في شوب كتير، وبقول لهم هيدي حطيت فيها أصعيد، هيدي زعتر، هيدي مردكوش. يا الله شو طيب، بيقولون ايه كتير منيح للمرض، كلنا عنا امراض وكلنا اجسادنا مريضة، ضروري نضلنا ناخد ادوية، بنركض من طبيب لطبيب، من عملية لعملية، ما بنحكي الا بالدواء وبالحكيم وبالعملية. والحمد لله 35 سنة ما بعرف شو حبة الدواء، بجي نجح بصوم نشعر النصيب. واذا عزت بسأل دكتور ميشيل حتي، بحتقلي انا وياه طبيبي وبنحكي، بسأل فلان اصحابنا هالاطباء الزملاء، بقول لي لا ما في لزوم. دكتور ميشيل حتى بالمستشفى بيقولوا بدنا نشحطك، هي ما بتبيع ادويه، بقول لهم ما لها لزوم، تطلعوا فيه عايشوا بسيط لانه ما بيتاجر، بيعرف شو التجاره، عم بيقرا كتب وتوحيد وهو منها الطريق. بس تصير تعرفوا الحلال والحرام، الحلال بيروح الحرام هو صاحبه واهل الدار والدولار والدينار.
فإذا عشو منطبخ يا مريم؟ غاز، مايكرويف، على الغاز. بالشتاء بنعمل نستخدم الفرن، بالصيف بس الغاز. كتب الطبخ موجودة، ما في زوم تروحوا أي مدرسة. وإذا بدكم تدرسوا أو أمريكا، أوروبا، بيت السلام مريم نور، بالبحرين، بعمان، وسامادي. بس بيت السلام بيت مثل أمريكا، عندنا كل المعطيات. ميتشو بيقول لك شو جايين تعملوا مريم نور عندكم؟ عد 35 سنة عنده وأنا ببيته. ولكن في ناس كثير وللأسف بيقعدوا عنده جمعة بيتصوروا هن وياه وبيحطوا صورهم بيقولوا نحن ميكروبياتيك كوشي انستيتيود. كذبي. شوفوا حركاتهم، شوفوا تعليمهم، بيطلعوا على التلفزيونات وبيعطوهم برامج تيقعدوا على التلفزيون وبيحكوا. ما في إلا بالنيو تي في أوادم اللي عم بيحكوا، ما شفت ولا برنامج عندهم صدق. إلا بدهم يرضوا العرب. ليه بك ترضي العرب؟ بدي أرضي الرب. شلي هالعين، هشت عين. انتو لازم تعرفوا الفرق بين الكذاب والحباب. هني شغلتنا كتار اللي فتحوا محلات وانا شجعتهم بالبداية طلعوا نفاق بدون وفاق. لا سبب بحكي عنهم وبقول لهم ما عندي اي اتصال ولا بالسعودية براضي المرزوق أو غيره. اتصالي بالسعودية بشخص آدمي ما عنده محل، عم بيعمل لجنة عربية اسمه شوقي مشتاق. ولا أي محل، كلهم فاتوا بالنفاق من بعد ما انشهروا. ما التاجروا، ما فيني إلكم شو شفت كذابين. بسوريا عنا بيت الحلال بس مريم نور تعلم أو كمال مزوق. بيت الأمل هون بعمان آدمي الحالات مستعصية تجي لعنده. إحنا كتار ببيت السلام بس آدمي أسامة أديب. بالبحرين كمان الطبيبة لميا الشهابة. تروح شوفوا هالمحل وهالذوق وهالطبيبة الآدمية وجوزة طبيب وبيساعدها وبيساندها. إذا بلاقي ناس أوادم بقلكم بسوريا بفتكر رح يكونوا ثلاثة لأنه من تلاميذنا واللي عم بيستوردوا معظمهم مش أوادم. انتبهوا، إذا البضاعة منيحة واللي عم بيستوردها واحد حرام بتصير البضاعة حرام. بدنا نتعاون مع ناس هني حلال وبضاعتهم حلال. أسامة عنده البضاعة منيحة وبيتعاون مع ناس أوادم وهو آدم. فضل أنا غلطة الآدمة عن صدق الكذاب والمنافق لأنه منه صادق. فإذا كل المحلات اللي بتقلكم باسم مريم نور ما تصدقوا حدا. مثل ما منشوف كتير ناس بتغش وبتكذب بتشتهر بتطلع مال بس بالنتيجة كل واحد عنده محل بحب أن نعاونه لله. بدي يروح شوف بشوفن الناس بيجوا اليوم واحد اجا انا بحبك ستنا وبلد بس لايدي وبس بدي يكون حدك خمس دقايق. قلت له بفتح محل. قال لي يعني؟ قلت له نزل من السياره جبنا فتح المحل ونزل. هلا كان بيحبني بس بدي اقعد معك. كذابين كلهم بدهم تاجروا. بالكويت بس تشوفوا مريم نور بالكويت وكمال مزوق بالكويت والباقي كله كذب بأي بلد اللي كان. على الاسم بيحطوا سم. معظم اللي عم بيبيعوا بيشيلوا من البضاعة مثل الميزو بيحطوا رب بندورة. بمصر تصلوا بس بمنى منصور مع جماعة أوادم. بعطيكم أسماء على مريم نور أونلاين في الأسماء بمين بتتصلوا وبس. عدا عن هيك كذبوا نفاق. فإذا هذا طعام كمان بدي اكل طعام من طعم الحلال. بدي احط بافكاري وبحواسي وبكل الابعاد من عند الاوادم من عند اصحاب الضمير. والا ما في لزوم.
كل واحد ببلده، ما تشتروا من مطرح وما تدرسوا عند حدا وما تشوفوا حدا وسكروا التلفزيون. بكل بلد بالعالم العربي وبأفريقيا وين ما كان في حنطة، يعني برغر وفريكة، خلص رز أبيض بتشيله، في عدس، في حمص، في فول، بقولية، وفي خضرة لو فيها كيماوي قلت لكم كيف نغسلها، وفي ملح إذا مش ملح بحر، ملح كامل يعني حب مش مطحون، وفي شوية زيوت إذا فيكم تجيبوا زيت على البارد كان به، وإلا دبروا حالكم. وغيروا الطناجر، تفالوا كل شلو للألمنيوم، وجيبوا صابون بلدي للحمام وللمجلى، صحونا بتصير نظيفة ما بدها من كل هالأدوية، وطبخوا مجدرة حدا سلطة، فتوش، تبولة، كل الأكل النباتي ومليان، جيبوا كتب نباتية، في كتب. بس اللي عنده سرطان، اللي عنده بالقلب، اللي بده شفاء سريع، واللي بده طاقة، واللي بده، بدكم تدرسوا جيبوا الكتب. وكل بلد اليوم عربية صار فيها البضاعة الطبيعية، ويلي ما في مريم نور أونلاين قولوا لنا، منلاقي ناس منتبادل قريبا بليبيا، محمد فرحات آدمة رح يصير في عنده محل، ساعدوه. حطوا الأوادم بالحكم بهالحكمة وساعدوهم، ساعدوا المزارعين، منفوت لعند الفران ومنقول له منساعدك إذا بتعمل خبز طبيعي ومنعطيك مرتين ثلاثة بسعر، لأنه ما رح توفي معه وتعطوه بهالسعر يعمل لكم خبز طبيعي، بده ينطر الخبز 8 ساعات طيطلع مش هيك يدوي ورا بعضهم، ويلا ورغيف له 6 شهور. شو حشوفوا الأفران شو عم بيطعموكم خبز، شوفوا البطاطا المقلية، شوفوا المطاعم، شوفوا المستشفيات شو عم تطعم مرض ورجع لعنا، بس بتعالج العوارض مؤقت، تسكين مؤقت، وبعدين على السكين مع الموت بلا مؤقت. نعم الحقيقة اللي بتجرح، مريم نور ما بتحكي ولا من كتاب ولا من ورقة، من القلب، والقلب مجروح، هيدا الجناح الحقيقي. عشان هيك منطير من فرحنا وقت منلاقي في ناس أوادم وعم تفتح محلات أوادم. ما بقى في أوادم، ما بقى في آدم، ما بقى في حواء، كله رأس وغنى وهشك بشي وسيليكون. مين عم بيزقف داخلكم بهالكون؟ عم يستأجروا مزقفين بلبنان لأن كلهم عم بيهزوا، والبلد عم بتهز، والأرض عم بتهز، والعزل الرز، والبرغل شنق حاله، شيلوا حطوا برغل، حطوا قمح، حطوا فريكة، حطوا شعير. تعلموا من أخوتنا، بفتكر الهنود الباكستانيين كيف بيعملوا شفاتي بالبيت بدون خميرة. إن شاء الله بدي يصير في مدرسة منيحة كتير بالسويدة عند دكتور نواف شبلي ومرته، ما فيني لكم شو بتطبخ وكيف بتطبخ، عشق المطبخ. أكلت مع الشباب هن اللي عم بيشتغلوا بالسمارت ستيفي، أحلى تبولة وفتوش، حطوا سمك، أكلت شقفة، أنا ما بيكل سمك بس هيك مشارك. الأكل طيب، النباتة المجدرة، كل شي فيه. واليوم هيدا الخبز وهيدا صحن سلطة، كانوا أهلنا يحطوا بصلة وحبة زيتون وخبزة، والحمد لله يتروقوا بقايا العشاء. كان في قفص، هلأ في إنسان قاعد بقفص مفكر حاله حر من مطعم لمطعم. اجت ست لعندي عندها 3 أولاد معهم سرطان بالكلى، صوروا هالحادثة، ما بيأكلوا بالبيت وما بيعرفوا أكل البيت، تروي أغدا عشا مطاعم، لأنه هي بضل حد جوزة بالسفر والنانية بنيتها. لشو خلفتي؟ لشو خلفتي؟ هيك بنجيب كم كيلو لحمة ونعطيه للناني وبطعمينا نانا، المطعم أكله طيب. إيه طبعا تعود لسانه عليه. البطاطا المقلية المنة بطاطا، بقايا من المطاعم وبقايا هلأ أكثر من هيك، الجتت اللي بيموتوا الناس تنقول ماتوا بلبنان ولا بعمان وما عندهم أهل من ضيوفنا اللي بيجوا بيخدمونا، من يوم 2-3 ما أجوا أخذ الجتة بيبيعوها لأصحاب اللي ما عندهم ضمير، وبيعملوا منها أكل، بيعملوا منها قلبين وأجبين كواجوليشن من العظام. ايش عم بحكي انا؟ لحول كتاب فاست فود نيشن هون، لحو بعمان جيبوا الكتاب بكل المكتبات، فاست فود نيشن، بتشوفوا شو في بهالاكل.
كل المأكولات بدون ما سميها تتغير الأسماء، لأنه كانت تشيكن جيج بطلت تشيكن حط صي، وطلعت على الجزيرة شوفوا ما الله فضايح كانت. أي متى بدنا نوعى يا عرب؟ نحن واعي مش وعي. اللي بيقلوا فيه منه زيت، وبيقلوا إذا زيت مرة واحدة قليته خلاص صار أسيدك، بيضل يقلوا بالزيت وبيزيدوا منه زيت. وبتقولي ما منين عم تجي هالأمراض؟ منين عم تجي هالحروب؟ ما عنا سلام، عنا حرب وتحضير للحرب. حكامنا بهيك عقل منه سليم وجسد منه سليم بدنا يحطوا سلام؟ منين بنجيبوا السلام؟ ما عنا سلام، ما عنا عقل سليم، لأن ما عنا جسد سليم. فإذا كلمة طعام أو سم أو دسم. في واحد راح قال لعند الطبيب فحصه وعطاه رشيتة دفع له، راح أخذ الرشيتة لعند الصيدلي عطاه الدواء ودفع له، رجع البيت كب الدواء وقعد يأكل. قالت له ليش مرته؟ لا عملت هيك. قال للطبيب بده عيش والصيدلي بده عيش وأنا بدي عيش، زدت الدواء وشم الهواء. نعم، ما بدنا نروح على المطارح تنعمل رياضة. أنا كل يوم بعمل 3 ساعات رياضة، وعندك بنت البيت تكنس ونسح وتجلي وتطبخ. كل عمرنا أهلنا نقعد ونجلي ونكنس ونسح ونطبخ ونحن نمشي ونروح على الزريعة. الحمد لله كنا بألف بركة وخير، ما بقى في لا خير ولا بركة، وعنا بالبركة الوسخة. نرجع المرأة، أنت تنطفي الإزاز، هيدا تايتشي، تمسحي البلاط، هيدا اللي بيكون عندك ما في ترهل. نرجع نشتغل ونرجع نمشي أول 4-5 طوابق، نطلع على إجرينا ونمشي من عند الجار للجار، ونروح على السوق وانتبهوا عملوا ورقة حطوها عالبرة، ما عندي هي ما عندي هي ما عندي هي ما عندي، ضلي طبخي بالبيت لآخر بصلة ولآخر كمشي تبرغو، يلا ما عندنا هي ما عندنا ما عندنا. مرة جيت على البيت بأمريكا ولقيت في عنا ناس مثل العادة نحن جميعا، قالوا لي بدنا نتعشى بالمطعم. انا ما بحب المطعم، بس اوقات بحبوا يريحوني لاني انا بطبخ. قلت لهم ايه، فتحت البراد، شو عندنا هي شو عندنا شو الموجودين، كلهم فضيتهم حطيتهم هي. طلعت لعند الجيران لقيت عندهم كوسة، طفت لي كم كوسي، لقيت عندها برتقان جبت لي كم برتقانة، لقيت عندنا شوية حشيش قبعتهم هيك بيشبهوا شيء هندبي ما هندبي، طبخت ما في ساعة. قلت لهم قوموا تنروح على المطعم، بس شمين ريحة. قلت لهم المطعم هون ببلاش، أعطوني بدك تحطوهم بالمطعم. منين جبتي؟ كيف عملتي؟ كيف طبختي؟ قلت لهم افتحوا برا فضيتوا شوية كوسة شوية خرق، يلا طبختهم وعملين. الأم فنانة بالمطبخ، ما بدك كتاب طبخ، أهلنا كان بدهم كتاب look and cook and throw the book، هيدا أحلى كتاب بأمريكا عملته، ما في شيء فاضي والناس اشتريته لأنه مهضوم. look and cook، طلع وشوف ورمي الكتاب، يعني شوف وطوف، طوف وشوف. ما بدك كتاب، افتح شو في عندك بقايا، شو عندك هون، شو عندك بالخزينة، يلا جمعي. أهلنا كانوا يأكلوا بالشتاء 3-4 مرات مخ لوطة. ليه؟ لأنه بعد عندي شوية عدس، يلا اخذ الموني مشان خلطه. أيوة. كل نهار أحد بالضيعة كنا ناكل شيء اسمه فتافيت. شو هي الفتافيت؟ فتافيت خبز. أمي عندها شوية، خالتي عندها شوية، وستي عندها شوية فتافيت، وجارتنا من لما نجمعون وين الترويقة نار الأحد عند أمي، بيجيبوا فتافيت هالخبز ما بيكبوها، خبز يابس بيحطوه بالكيس، يلا يلا بعدين بيجيبوهم كله، وكل الولاد والبابا والماما والتيتا وجده بيجوا لعند امي. اليوم دور امي بالطبخ، بحطوهم بالطنجره كل فتافيت الخبز، كان في زيت منيح وكان في سمنه يقولوا حمويه من حما، حطوا له نتفه زيت او بتتسمي، وكان عندنا دبس او عندنا عسل وعندنا زبيب، ما كان في سكر، يحطون ويحطوا حليب دقوا مسكي عطروا للأكل وهي ويلا ويصبوا لكل الناس. بتشبه عند العرب شفتها اسمها أم علي، بس أطيب من أم علي، لأنه الخبز أطيب والحليب حليل أكتر، والسكر ما كان عندنا سكر، كان عندنا تمر، كان عندنا دبس، ونحط أوقات طحينة، ويجتمعوا كل الجيران وكل الأهل. شو اسمها التروية؟ افتفيت. كنا إذا لقينا شقفة خبزة بالأرض أو ناكلها أو نحطها بالحيط للحية، ما في كهرباء ما في مي، نعيشين على البركة. بس اجت الكهرباء هي الحضارة،
روح اشوفه كم مستشفى في بهالضيعه اللي ما كان فيها ولا طبيب الا بي، وخي امي بي طبيب سنه وخي امي طبيب صحه، يعني حكموا كل الضيعه. خبرتكم يعني ما يعطون مصاري، يعطون موني. ومره بيجي بنت قال لازم تعيش معنا لامي لانه مع سل، وامي ما قالت لا سل بتعدينا، عاشت معنا وتجوزت من عنا صارت اختنا. كان في حب، كان في رحمه، كان في بركه، لانه الطعام كان من الارض، كلنا عندنا ارض وعرض، كانت توحدنا هالام. وناكل حسب المواسم، عيد العنب يعني 15 اب بيصلي الخوري على العنب وبناكل، هلا 12 شهر عنب، 12 شهر خيار، ما بقى في موسم، كله تحت الخيام. صار الاكل تحت الخيمه والرش وبالغش وبالدش، ومنين بدك الله علينا يرش. فاذا ننتبه يا جماعه، الطعام دسم لكل جسم ولكل مقام ولكل حال ولكل مقال. الأكل السليم للجسم السليم والعقل السليم. منروح على المطعم بس قليل، ليش مش بالبيت؟ يعني صار في بيوت عم تتعمر بلبنان بلا مطابخ، كيتشنات. ليه؟ بالمطاعم، مطاعم. تعال شوفوا ببيروت كل الطوابق الأرضية بالبنايات بالأحياء السكنية المهمة مطاعم، لأن ما بقى عندي همة للطبخ. كل همة فيها رحمة. ننتبه، الماما بتطبخ، تيتا بتساعدها، بنتها بتساعدها، انت بتساعدها، انت ساعدها، كون اليمين لإلها. مش بدها تروح تشتغل ترجع تيجي على البيت تطبخ. قديمة المرة بالبيت، انت جلاب والمرة دولاب، هي الملكة. كل طاقتك بالطبيخ بالطنجرة هالطاقة. كانوا قديما يقولوا هالمرأة بتحب جوز فلان، سحرته مدري شو طعميته. نعم، بتحط طاقتها بالطبخ وبياكل هو، بصير يحبها إلها لأنه هي اللي طبخ، طبخي من قلبها تتسحبه. هيدا هو السر فيك أنت، السر بالبيت. قديما المطبخ كان بقلب البيت، تقوم الماما الصبح او التيتا بلش تحط زهورات على النار، يشموا ريحه الاولاد، يلا يصحوا الماما والبابا والاولاد، تحضر الترويقه. شو كانت الترويقه؟ فول اليوم، كورن فليكس، وكونتيننتال برانش وبريكفاست، ايه فول وكشك، ترويقة الرجال. هلا وين الرجال؟ وين الاولاد؟ وين النسوان؟ وين الامات؟ بتسلم على الرجال ايده رخوه، بتسلمي على المراه، المراه ولا الرجال والاولاد ما بيسمعوا ما بيقشعوا، بتطلعي فيهم صحكيهم مرخرخين ومرخوخ، طلعوا بالفراسه بعلم الفراسه وشوفوا وجهنا، شوفوا اولادنا ومستقبلنا. ما بقى في طعام، ما في مقام، ما في رجل قوام. روحوا على المطاعم وشوفوا، ما صدقت عيوني، هذا مستقبلنا؟ شو بده يستقبلنا بهالمستقبل الهبل؟ فإذا الطعام هو الغذاء وهو الداء والدواء، ليكن دواءكم غذاءكم وغذاءكم دواءكم. أبو قراط اللي هو بي الطب قال ما تأذوا المريض. قديما باليابان وباليونان وحتى عند العرب كان الحكيم والعليم والطبيب ورجل الدين واحد، مثل ابن سينا. عندكم كتاب ابن سينا عن هالمحطة، شوفوا. كان اذا الانسان مريض ابن سينا يدفع، واذا الانسان سليم نحن ندفع للطبيب، كان الطبيب حكيم. اليوم من اختصاص لاختصاص، من خصخصة للصلصة، بتروح عند الطبيب الكلى بيرجع بينضرب القلب، من القلب الرئة، من الرئة الكبد، من الكبد المعدة، من المعدة البنكرياس، البنكرياس ولا. هلا صار في واحد اختصاص عين فوق او عين تحتها، الجفن الفوقاني والجفن التحتاني، اختصاص الدين واختصاص عين، ومنو هي اللي بالنص؟ شو بنعمل فيه؟
هي حالة المبكى هون، الجسد خلية وحدة هيك مشفر من الله، هالنقطة من المحيط فيها أسرار المحيط. فإذا الله هو الشافي ونحن منتكل على العقل، منتوكل على الله. بس بدي شاغل حالي، ليش أعطاني هالعقل تحط فيه هبل؟ حكيم شو بيكو من شو بعمل؟ والسريلانكيات هلا الخدم الله يسعدهم، خدم للولاد والخادمة للرجال والخادمة للمرأة والأسرار بالخدم والسواقين، شو شغلتي؟ ما بلحق على السلولار. شوفوا التعتير، شوفوا حديث نسويننا بصالوناتنا للرجال وللنسوان، لا في رجال ولا في أشباه الرجال ويا أشباه النساء. لا صاروا رجال نسوان بشواري، والنسوان عرفتوا هو اللي بجيبوا ولاد هيك على التليفون. كن عم بحكي بنت، ما بعرف اذا بنت او رجال، بتجي بتقلي انا بنت بنت، الصوت صبي بقى في توازن، شو عم بيزيدوا ذكر ذكر انت انت، ضاع الميزان، لانه الميزان موجود بالصح للانسان. عندنا 20 مطحنة، عندنا 8 قواطع، عندنا 4 أنياب، عندنا 32 فقرة و32 درس وسن وناب، 64 هيدا علم من أسرار علم الأعداد. 8 ب8 64، اسألوا يلي بيعرف بعلم الأعداد وخاصة في الإسلام. نحكي علم، شوفوا كتاب The Sufi Healing، العدد والرقم والحرف علم التوافق. كل ما مضغط ها 32 عم بيمضغ معي 32 فقرة، وقت بينضرب درسي بتنضرب فقرة تقربوا موصولي فيه، هاي خريطة وحدة. بس شوفوا أدب الطعام، صوموا 10 أيام عن أكل الملوث، شوفوا شو بصير فيكم، انتوا بتختبروا. نعم، you are what you eat، انت شو اكلت، you are what you eat، انت شو عم تاكل. شوف شو في ترسبات وويست اوساخ بجسمنا ما عم تطلع، ما في امساك وما في اسهال الا عند الانسان، الحيوانات ما عندها، ما في امراض الا عند الانسان، ما في صلع وبهر شعره الا الانسان، ما في الا الانسان من طبيب اسنان لطبيب جسد. ليه كل هالعلوم ما عم تخدمنا؟ عم تخدم الشر، الحرب، السلاح، الدمار، وياريت هالإنسان مبسوط بهالسلاح وبهالدمار. فإذا وين الحل؟ بسيط، نرجع للعقل ونرجع للعائلة ونشيل العلة ونحط الغلة. نعم، هاي الغلة يلي رخيصة مش غالية، انت لا تغالي الا بالغالي. يعني وقت تبلشوا تاكلوا هيك ما بقى في لزوم للمرأة تشتغل، مدخول بأدينا. ليه بدي ادفع للمستشفى ولا الطبيب ولا الانشورنس ومدري شو؟ ليه اشتري تياب بسيطة وكتاب وبقعد انا ولادي وعائلتي وبنطر الحبيب والبي والزوج والرفيق تيجي على البيت. قديمة بس كان يجي الرجال مرته تغسل له اجريه بمية الملح او مية الزنجبيل، هلا انا بدي اغسل له اجريه، المسيح غسل لي إجري. هيدا مش بس من باب التواضع والحب والرحمة، هيدا من باب إنه وقت تغسلي له إجري ملكتي، ما عنده غيرك، أنت كله بإجريك، كل اللي مشيهم تعبهم شلتيهم. اليوم لا المرأة مع جوزها ولا الرجال مع مرته ولا الولاد مع البي والأم، فلتت العائلة. لو كانوا عايشين بفردين، لو فرد سرير المرأة والرجال، ما عندهم نفس الضمير والتفكير. هي عم تفكر هون عم تفكر هون. أوقات بيغلط الرجال بيقول لي بنادي مرتي بغير اسم، قلت له هي، قال له هي بتناديني بغير اسم، ايه منيح مشان هيك ساكتين. قال في أم بتعرفوا بأمريكا في رجال بيضيعوا من البيت، قالوا ما بدهم يرجعوا مفقودين يعني. أخذت بنتها وراحت لعند البوليس،
بدت بعد. قالت له أنا جوزي ما رجع، أعطيني اسمه، حط اسمه، أعطيني مواصفاته. قالت له طويل، كتافه عراض، عيونه خضر، له شوارب هيك ودقن هيك حلوة، مع بنت عمرها 9 سنين تطلع بنتها فيها. رح أقول لك إنه حتى بقدر أعطيك إنه حسابه بالبنك هيك $1,000,000، عمره 47 48. قالت لماما دادي منو هيك؟ قالت لها سكتي، ضروري يرجعوا لنا إياه نفسه، خليه يرجعوا لنا واحد أحصان. صار كله شكل مهضومة، بس حتى تشوفوا إنه اليوم البيت ما بقى بيت وما بقى مطعم، صار أوتيل أو موتيل، ما حدا بيحكي حدا، بنطلع بنفس المصعد الأسانسير ما حدا بيحكي حدا، لأنه هيدا بيقعد 6 شهور بفيلم مثل أمريكا. ده واحدة إلي بالبناية 35 سنة وأكثر، وما بقى في إلا أنا واللي فوقي، ما بنحكي مع بعضنا، هي ما بتلتقى وأنا كمان، والباقي مكاتب وشباب بتتغير وصبايا قديما البناية الحي كلنا نعرف بعضنا، هلأ ما بقى في حياة وما بقى في حي. على ورقة نعوي بنكتب سبحان الحي الباقي، هلأ منه سبحان الباقي بالحي، ما في حدا باقي بالحي. تبقى طع فيزا على أمريكا، ما كل الناس بدها تهرب، بس تقولوا فيزا أجنبية لو بتشوفوا شو بيصير فيي إذا بقلن بقدر أعطيك فيزا على أمريكا. تخيلك أنا، تخيلك أنا، بس بدهم يهربوا من هالوطن العربي، لأنه ما بقى في مزارع، ما في فلاح، ما في أحد بالأرض، كلنا نزلنا على المدينة، والكبير بيأكل الصغير، السمك الكبير بتأكل السمك الصغير، يلا والتنين والحوت عم بيبلع، بس بده يجي وقت مش مطول إن شاء الله. أنت وأنا بدنا نغير، إذا أنت وأنا ما رح نتغير مين اللي بده يتغير؟ إذا مش هلأ الآن أي متى؟ بدنا ننطر تغيرنا يتغير، مين وغيرنا؟ هو أبي، أنت وأنا المسؤولين ومطلوبين أمام العدالة الإنسانية. اللي ما بيعرف ما بيعرف، بس أنت صرت تعرف، لجسدك عليك حق، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، حلو الشريعة. وقت إجا الطبيب قال له ما لك شغل عنا ومريا نتزوجها وتزوجها الحبيب، قال له بس الطبيب احنا عنا شريعة بالأكل بالطعام بالصيام، أكل المواسم، العيش، الطبخة، افتحوا كتاب الطب النبوي الشريف، كتب الأئمة، وهيك بكل طريق وكل دين وكل نبي. قال درهم وقاية خير من 1,000 أمتار علاج. نحن مننطر تتوقع الطيارة وبدنا نبني المظلة، وين كنت وقت كنت عم تبني العلة؟ ولعت الحريقة حفر وبير، وين كنت يا زير؟ عم بتغني مع الصراصير والعصافير. فإذا ننتبه، ننتبه، الصيام أفضل طعام، مش ما أعد لأكل، بصوم وباكل، بس بصوم عن الأكل اللي بعدين منقول عليه اللوم، الحق على هاللحمة أنت جبتيها، وهيدي تسممنا من الأكلات لأنه الحق على الحكومة، الحكومة إجت فتحت لك تمك وحطت الأكل، مين هي الحكومة؟ أنت وأنا الحكومة، أنت وأنا رجل الدين، أنت وأنا المسؤولين. شو ذنبه هالملك إذا بده يقعد بهالبلد يتفقد رعيته كل شخص؟ ما بيقدر. أنا معه، أنا شو عم بعطي الأردن؟ مش الأردن شو عم تعطينا؟ أنا شو عم بعطي لبنان؟ أنا شو عم بعطي سوريا؟ كل واحد يقول أنا شو عم بعطي أمي الأرض؟ هيك ببزق عليها، ليك شو عم نعمل فيها؟ منغتصبها من الحجار، من البترول، من المجوهرات، كل مرة منشيل حجر كريم عم نسرق لها دماغها، لأن دماغ الأرض وأسرار الأرض محطوطة
بالأحجار الكريمة تقلبس حلق وعاد. لا، فينا ناخد لما الأرض بتعطيني مش تنشره. أنا ما بلبس أحجار كريمة ولا إشي عائد إلا إذا كنت تأكدت من أصحابي اللي بيعيشوا البيئة، بياخد منهم الخاتم أو العائد، بعرف إنه الأرض عطيته، مثل ما الشجرة استوى وقع. ما بناكل فج ولا بنحط مجوهرات فجة لأنه طاقتها فجة. الأم الحامل بتاكل أكل فج، تشوف الطفل الجني بيطلع بالسبعة بالستة بالخمسة، ما بيوصل للتسعة، ما استوى، لأنه الأكل اللي أكلته الأم ما استوى، بعده فج. وبس تطبخي أنت وأنا على المطبخ خليها تكتك على نار خفيفة تستوي، شو عنا وقت؟ هيدا كل وقتنا نعطيه لصحتنا ولسلامتنا ولأرضنا. قديما كانوا يعملوا قهوة عنا بالضيعة على الفحم، ونقعد نحن الأولاد نقول ها إجا دورنا. ما كنا نعرف إنه هيك، تعطيني أمي المطحنة وأطحن البن طازة محمصته عدة حنة، الأولاد نطحن نكنس ونمسح، نروح نلم عن زيتون. كنا نشتغل ونروح على المدرسة، وكنا نحب الشغل أكثر من المدرسة. يا ريت ما في مدرسة، والحقيقة هيك هي لحياة المدرسة. جامعة الكون مالتي ديرسيتي، لما بروح على الهند عند سي بابا ولا عند أوشو بنتعلم بجامعة اسمها مالتي ديرسيتي، مش يونيفرسيتي، مالتي. تتعلم شو بده قلبك، مش فكرك وعقلك وشو قالوا لك أهلك. اللي قالوا لي هون أهلي تهلك بنصائح أهلك، لأنه الأهل مش أهل يكونوا أهل parenting، ما حدا منا أهل يكون أهل. تنكون أهل هيدي مسؤولية كبيرة ما حدا عارف فيها إلا أهل البيت. لهالسبب شوفوا شو صار بأهل البيت، ولما ستنا زينب قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، وإن شاء الله أنت وأنا نتقبل أفضل قربانة ورغيف وحبة قمح وشعير، ومنقول يا رب يصحى الضمير. بشكركم ومنلتحق.